لما يعرفوا مدينة تلودانت، وبالمناسبة ترحموا ليه العم تاعو الله يرحمه وجه الرحمة قد الله هذا، هو صحفي صحفي عنده مكانة في الساحة المغربية، صحافة صحفي في صحيفة الصحراء المغربية لو جروب لو مكان. الله يخليك السي عزيز، الله يخليك، عطينا واحد النظرة على فريق تاع تلودانت بعد مدة طويلة، هو في القسم الممتاز ودابا الحمد لله طلع القسم الثاني هواد. عطينا الله يخليك عليك واحد الفريق هذا، الله يخليك السي. شكرا جزيلا، كنشكركم على الاستضافة أولا. بدوري كان قلت تعازي يعني الافراد ديال العم ديالي، وكنتمناو على انه الله يغفر ليه والله يتجاوب عليه، يعني بهذه المناسبه هذه كنشكركم جزيلا. في الحقيقه الحديث على اتحاد تلودانت ماشي يبتدئ عند الصعود للقسم الثاني هو ولا عند النزول للقسم الشرفي ولا الحديث على اتحاد تلودان حديث ذو شجون، حديث طويل جدا، لانه المكان الحقيقي ديال اتحاد تلودان هو القسم الثاني على الاقل. على مدى سنوات احنا عشنا في الفريق كان تيمارس على اعلى مستوى في القسم الثاني من البطوله الوطنيه. ملي كنقولوا القسم الثاني هذا القسم اليوم اللي كتمارس فيه الاولمبيك الجزائره، وكتمارس فيه الكوكب المراكشي، وكتمارس فيه وداد فاس، يعني واحد العدد من الانديه الوطنيه اللي عندها قيمتها. وهذا ما حققه فريق اتحاد تلودانت اليوم، صحيح انه بالنسبه للبعض تعتبر نتيجه ايجابيه لانه الصعود للقسم الثاني هوات، ولكن يعني نقولها يعني بصحيح العباره، وهو انه هذه الشهاده غير مرضي وغير مقنع بالنسبة لينا حنا اللي عشنا سنوات ديال المجد ديال اتحاد تلودانت، وبالنسبة للجمهور اللي بغى الفريق ديالو على أنه يكون في واحد يعني في واحد المستوى يليق بسمعة المدينة والتاريخ ديال المدينة، وبالإنجازات الرياضية ديال واحد العدد ديال الأسماء في يعني في مدينة تلودانت. بكل أسف السرعة اللي غادي بها فريق اتحاد تلودانت سرعة بطيئة جدا، لأنه باش تقضي سنوات طويله في القسم الشرفي عاد تصعد للقسم الثاني، معنى هذا باننا غادي خصنا نتسناو سنوات اخرى طويله باش الفريق يصعد للقسم الاول هواد، ونتسناو سنوات اخرى طويله باش يعاود يطلع للقسم الوطني هواد، ويمكن نتسناو ثاني بمعنى على انه خصنا واحد ثلاثه ديال العقود، واحد 30 سنه ولا 25 سنه باش نقدروا نشوفوا الفريق يعني رجع للقسم الثاني. صعب جدا. أزمة كرة القدم في تلودانت ككل، ماشي فقط في اتحاد تلودانت، لأنهم اللي كنذكروا على 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 كرة القدم في تلودانت، كنذكروا على واحد المجموعة ديال الجمعيات، واحد المجموعة ديال الأندية اللي كتمارس. صحيح على أنه في يعني في الوقت اللي كنا حنا كنمارسوا كانوا ثلاثة ديال الأندية فقط، كان فريق اتحاد تلودانت، الفلاح والسلام، ولكن أيضا كانوا واحد عدد كبير ديال الأندية ديال الأحياء والجمعيات ديال الاحياء، واللي كانت كلها كتعود تفرخ واحد العدد ديال اللاعبين المتميزين، وكتعود تقدمهم لهذه الانديه واللي كيعود يمارسوا فيها. اليوم مع كامل الاسف الازمه ديال كره القدم في تلودانت ماشي هي ازمه ديال الاتحاد ولا ازمه ديال ما عرفت، انا كنسمع شي اسماء اخرى اجاكس، وكنسمع مجموعه ديال الاسماء ماشي هذا ماشي اشكال ديال هذه الانديه. ازمه كرة القدم في تلودانت وأزمة الرياضة بشكل عام في تلودانت هي أزمة مسير، الأزمة الكبيرة أزمة مسير، وكتبع عشوية أزمة التأطير وأزمة التدريب. علاش؟ لأنه ما كنختاروش الاسم المناسب في المكان المناسب. اليوم بكل أسف ولا كل من هب ودب كيسير الرياضة في تلودانت، وكل من هب ودب كيأثر وكيدرب الفراقي ديال تلودان، كأنه زعما حنا بحيلا هاد المدينة هادي ما فيهاش ناس أكفاء اللي يسيروا، وما فيهاش ناس أكفاء اللي يدربوا. أنا كنقول دائما تلودان اللي عطاتنا
على مدى سنوات عطاتنا واحد المجموعه ديال الاسماء اللي منهم اللي لعب في تالوداد واللي منهم اللي لعبوا لواحد المجموعه ديال الانديه الوطنيه. اليوم هذه المدينه قادره انها تعطينا اسماء اخرى اللي تعاود تالق على مستوى، ولكن مع كامل الاسف شكون اللي غادي يأطر الناس؟ شكون اللي غادي يسيرهم؟ شكون اللي غادي يضبط لهم يعني هذاك المسار اليومي ديالهم والمسار الشهري والمسار الاسبوعي ديالهم؟ هذا هو الاشكال. الازمه اعمق بكثير من ازمه الصعود ولا نزول ولا شي حاجه. اليوم ما انا ما كان وجه اسبوع الاتهام لشي شخص معين، ولكن كنقول اليوم ازمه الرياضه في تالودان، ازمه كره القدم في تالودان، ازمه مسيرين وازمه مؤطرين، لانه صراحه كنخليو الاسماء اللي 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 اللي, اللي تقدر تعطي واللي نقدروا نأملوا فيها خيرا، وكنعود نفتحوا الباب امام كل من هذا البوادر، وتنقولها بهذا المصطلح هذا، لانه صراحه الاسماء اليوم اللي كتبلغني بانها راه هي اللي كتسير وهي اللي كتحكم في الامور في تالودان، يعني ما سبق لها ولا ما عندها حتى شي علاقه بالرياضه وبكره القدم بكل اسف. اللي كتوقع فريق اتحاد تالودان في الموسم القادم ان شاء الله؟ شوف البطوله ديال القسم الثاني هوات فيها واحد المجموعه ديال الانديه اللي عندها مكانتها. انا كنقول اليوم على الاقل كنقول لا عندنا واحد المكسب، ما بقاش انه فريق ديال تالودان ما غاديش يبقى كيلعب مع الكره ومع الدواور كما كنقولوا، انا نقولها بكذا، ما بقاش غادي يلعب مع الدواور. على الاقل انه شويه المستوى ديالو غادي يرتفع، وغادي يلعب مع واحد العدد من الانديه اللي شويه عندها باش انه الفريق يزيد يتقدم اكثر بالامام، خاصه امكانيات. وقبل ما نبحثوا على الامكانيات، وقبل ما نبحثوا يعني في هذه الامور ديال الاعداد ديال الفريق باش انه يقدم اداء جيد في الموسم المقبل، كان من المفروض على انه نهيئوا الظروف الملائمه. ولكن انا شخصيا كنسمع بانه راه الجمع العام ديال اتحاد تالودان داز يعني في ابواب مغلقه، الناس منعوا على انه يحضروا الناس اللي يقدروا يقدموا اضافه لهذا النادي. هذا معناه بانه كما كنقولوا دار لقمه ما زالت على حالها، وبالتالي مع انا ماشي من طبعي كنيأس، ولكن يمكن تنقول بانه هادو مسيرين لا يرجى خيرهم، وصعب جدا صعب جدا على انه نتسناو شي حاجه كبيره بالنسبه لهذا الفريق. انا كنتمنى على انه نكون خطا يعني في القراءه ديالي للامور، وكواحد من ابناء مدينه تالودان غادي نكون سعيد جدا اذا الفريق ديالنا تقدم اكثر للاقسام العليا، وعلاش لا على انه نشوفوه واحد النهار ان شاء الله في القسم الثاني، ولا يمكن كاع في القسم الاول علاش لا. كنتمنى على انه هذا الشيء هذا يتحقق، ولكن انا كنقول الشريط ولا الشرط الوحيد باش يتحقق هذا، وهو انه يكون عندنا الاسماء المناسبه في الاماكن المناسبه. شكرا تبارك الله فيك، ونشكر الجمهور الكريم اللي تبع قناه عجب فوتو اللي تبعو تاعنا، الله يخليكم دعمونا بالضيكات، الله يخليكم